لا تزال جرائم العصابات الداعشية الإرهابية مستمرة، فاجعة بحق البشر والحجر. هذه الفتاة الأيزيدية من محافظة نينوى من مواليد 2002، حيث تم سبيها واختطافها في عام 2014، ثم قتل شقيقها أمام أنظارها وبيعها مع عدد من النسوة إلى إرهابيين متعددين الجنسيات، وتم اغتصابها من قبل إرهابيي داعش. أخذوني أنا وزوجة أخي عند واحد أسترالي، بقينا أيام تقريبا شهر، وهو جاب كمان 2 يزيديات وعايشين ببيته. بعدين هو عرف إنه زوجة أخي هي مو أمي، وأعطاني لواحد سعودي. بقيت عايشة ببيت السعودي دي تقريبا 9 أشهر، وزوجته علمتني الإسلام، أسلمت عندهم. هو أعطاني لواحد سعودي ثاني، بقيت يمه عند سعودي ثاني 4 أيام. ما خلته تقرب لي، أعطاني لصديقه. بقيت شهر عند صديقه، وهو صديقه أعطاني لصديقه الثاني. ذو الفتاة أكدوا أن داعش قام بقتل جميع رجال قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، إضافة إلى سلب ممتلكاتهم وسبي نسائهم، فضلا عن أن هناك ما يقارب 3000 مختطفة من النساء لم يعرف مصيرهن لغاية الآن، مطالبين الجهات الحكومية بالتحرك وكشف مصير جميع المختطفات والمختطفين. لا زالت هناك ما يقارب 3000 مختطفة في أيدي التنظيم الإرهابي إلى الآن، قسم منهم لا نعرف عنهم أي خبر، وقسم آخر لربما نسمع من هنا وهناك بعض الأقوال التي هي ليست أكيدة. قيادة شرطة الأنبار وبعد مداهمة الدار التي فيها الفتاة الأيزيدية المختطفة اعتقلت الأشخاص الذين قاموا بنقل الفتاة من سوريا إلى العراق دون علم الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تزوير أوراقها الثبوتية لإيهام الجميع بأنها ليست من المكون الأيزيدي. صدرت أوامر القبض بحق المتهمة يسرى، وكذلك تم توقيف علاء وثائر، تم توقيفهم أصوليا وفق القانون، وسيتم محاسبتهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة. هذه الفتاة والعديد من أقرانها وقعت ضحية الأعمال الإرهابية إبان سيطرة داعش على مناطقهن في فترة ليست بالبعيدة، والأعمال الوحشية التي قامت بها عصابات داعش لا تزال في أذهان الجميع الذين يناشدون الجهات المختصة التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية للمختطفات وتحريرهن من قبضة الإرهاب. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.